بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ السائل: في مدينتنا تقريبا كل المساجد القبلة فيها انحراف، فيها انحراف كبير، فهل نصلي فيها وننحرف أم ماذا نفعل؟ الإجابة: إذا كان الانحراف كبيرا نحو 40 درجة مثلا وما قاربها، فمثل هذا يجب تعديل الصفوف فيه، لأنه منحرف عن القبلة ولا يصلى إليها، والأمر سهل على الناس، يحولون الاتجاه وهم في نفس المسجد، وإذا انقطع صف أو صفان من أجل الأعمدة ما يضر، يتركون ذلك الصف الذي ينقطع، أو إذا كانوا محتاجين له صلوا حتى ولو انقطع ذلك الصف. ويمكن تعديل الصفوف بتعديل الفرش والسجاد فيحول إلى القبلة. الانحراف الكبير يعتبر انحرافا عن القبلة، وقد أجمع العلماء على أن الانحراف اليسير لا يضر، ومعنى ذلك أن الانحراف الكبير يضر، وهذا الانحراف الكبير قد غير الجهة، والله سبحانه وتعالى يقول: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهو في هذا الحال قد صار وجهه على غير شطر المسجد الحرام. وفقنا الله وإياه.